في إطار التحضير للخطة التدريبية التي تعد لها وزارة العمل على المستوى الوطني لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل ودمج الشباب الباحثين عن العمل، قام وزير العمل علي العابد الرضا بزيارة تفقدية إلى مركز رفع الكفاءة المهنية ببلدية الزاوية. التقى خلالها مدير عام المركز والمشرفين وعميد وأعضاء المجلس البلدي رفقة عدد من الجهات الحكومية، واستمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل المركز. قمنا اليوم بزيارة لمركز رفع الكفاءة بالزاوية من خلال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وإدماج الشباب، وهذا يأتي في إطار اهتمام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة 100 يوم التي ترتكز على إعداد برامج التدريب الخاصة بالخريجين والباحثين عن العمل. ومركز التأهيل ورفع الكفاءة بالزاوية يعتبر أحد الركائز المعدة لتنفيذ هذا البرنامج، وخاصة أن عندنا عدد كبير من باحثين العمل لديهم الرغبة في الاندماج إلى سوق العمل الخاص والعام. بعد ذلك قام الوزير بجولة على مقرات المركز، اطلع خلالها على التجهيزات الخاصة بالتدريب والورش الخاصة بالمعامل. وأكد وزير العمل بأنه سيعمل على حلحلة كل الإشكالات التي تواجه المركز وغيره من المراكز التدريبية في ليبيا.